الاكوان اتصلت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. من اخبار الاشجار العجيبه مع حبيب الله صلى الله عليه وسلم. تلك الشجره التي لا تزال شعارا في هذا العالم. لعلاقه برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، الشجره التي استظل تحتها رسول الله وهو في رحلته الى الشام. جاء انه صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الشام في رحله من رحلات التجاره في ايام شبابه قبل بعثته. جاء الى تحت شجره فاستظل تحتها وكان هناك راهب من الرهبان عنده بعض العلوم وأخبار الأنبياء والرسالات فكان ينظر من قوة طاقة في وسط صومعته ينظر فإذا يرى هذا الرجل يستند تحت هذه الشجرة فلما استند تحتها حنت الشجرة وانهصرت بأغصانها فمالت فوقه تظلله فعلم أن له شأنا فخرج إليه فدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى فيه العلامات فعلم أنه الذي يبعثه, يبعثه الله في آخر الزمان وأوصاه بوصايا وقال له عد إلى بلدك أخاف عليك من اليهود إلى غير ذلك مما هو مشهور في القصة الطويلة الشأن عند هذه الشجرة وهذه الشجرة كما هو متسلسل في الاخبار ويتوارث ذلك الناس لا تزال الى يومنا هذا موجوده في ارض الاردن وقد زرتها وهي فعلا شجره كبيره في وسط فلات عظيمه لا يوجد في المكان غيرها ضارب بهذا الشكل وبهذه اله الهيئه علامه من علامات النبوه قال ذلك الراهب هذه شجره ما استظل تحتها الا نبي فكانه كان ينتظر وبنى صومعه عندها ينتظر رؤيه النبي الخاتم عليه افضل الصلاه والسلام هذه الشجره لما ان النبي عليه الصلاه والسلام استظل تحتها بقيت فيها الحياه وبقيت هذه الشجره رمزا من رموز الحياه فبقيت مئات السنين الى اليوم وهي لا تزال خضراء في وسط الصحراء فسبحان الحي القيوم الذي جعل الحياه ساريه في كل شيء يتصل بحبيبه محمد سر الحياه واصل الحياه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بل هو روح الارواح ونور الانوار. الامر العجيب التي نتصوره ان هذه الشجره تخاطبنا به انها تقول ان هذا الحبيب لما ان جاء متعبا مرهقا من رحلته فاستند الي ما كان مني الا ان حنوت عليه وان اضلله فهذا اقصى مقدرتي في خدمته انني اضلل هذا النبي فسعدت بخدمته بان اضلله ولما كان ولما مالت فكانما ميلها ذلك شوق لعناقه كانها تود ان تعانقه صلى الله عليه وسلم، وكذلك نحن ينبغي لنا ان نفكر في خدمتنا للنبي عليه الصلاه والسلام، وفيما نقدم من خدمه له، وقد ترك فينا دينا، ترك فينا كتابا وسنه، وترك فينا ادابا واخلاقا. ماذا فعلنا بها من بعده عليه الصلاه والسلام ولا ان كان خدمه رسول الله في حياته لها اثر عظيم واجر لا يدرك فان خدمه هذه الامه للنبي مستمره الى يوم الدين نستطيع ان نخدمه في دينه وان نخدمه في اهل بيته وان نخدمه في اثاره وهكذا مجالات الخدمه كثيرة جدا نسأل الله ان يجعل لنا صلة بهذا النبي صلة تحيا بها قلوبنا وتطيب بها ارواحنا وتتنور بها اسرارنا وتتنقى ضمائرنا ونكون بذلك اهلا لخدمته واحياء سنته في الدنيا واهلا لمرافقته في الاخرى اللهم امين. بنبي الاكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من اسرار الرحمه نهلت فسمت في اعلى الدرجات جذع.